خليها خليها واحنا مروحين بقى، تحت امرك خليها واحنا مروحين عشان او ايه اول ما نخلص ان شاء الله. ماشي. طب هو صح دلوقتي انا عايز اكلمه على موضوع الشهاده، يعني ما ينفعش تطلع بدري؟ ما تقلقش هتخلص، عشان راح ميعاد يوم الاحد الساعه 10. ما تقلقش انا هقول لك هتعمل ايه حتى لو الشهاده ما طلعتش. تمام. نكمل يا شباب. احنا امبارح تمام سريعا احنا قلنا اهم حاجه عندنا، احنا بنتكلم على تحليل مخاطر ونقاط تحكم الحرجه، حاجه اسمها هسب. تمام. الحاجه اللي اسمها هسب ديت اللي احنا بنبص عليها وبندور عليها ابتدت زي ما قلنا امبارح سنه 1952 ابتدوا يفكروا فيها. تمام. مع وكاله ناسا. اوكي. ولقوا ان مفيش حل قدامهم غير برنامج اوكي يصحي امن. اوكي. اكتر من جهه في الوقت ده، ساعتها كانت اساسي وكانت ناسا كان اوكي في الموضوع ده، واول ما طلعته دربت بيه اللي تحصل على الخطه وعلى المنتج 70. كودكس اهتم بالموضوع ده، واتكلمنا على كودكس المنتارس وقلنا ديت هي دستور في منظومه الغذاء، كل ما يتعلق بالغذاء بيتكلم على الغذاء من ساعه ما بيكون في المزرعه للنهائي. تمام. مين البرنامج ده؟ المنشاه واهميه المنشاه. حاجه قياس قلنا خدنا هوم ورك ايه الفرق بين النظافه والتطهير والتعقيم، وهنتكلم البيست كنترول السنه الوقائيه والعلاجيه حاجه. اوكي. ابتدينا اتكلمنا ان 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 الهسب. تمام. ببساطه عشان خاطر بس الموضوع يبقى بسيط، وسبع مادة من غير حفظ، ثلاث مخاطر هنضبط بعض. شكرا. ان بنوضع الاول بنرشح الفريق، وبعد كده بنوصف يستهلك المنتج ده، بنعمل خريطه تدفق، وبنوصف العمليات التصنيعيه. ايه خريطه تدفق؟ ايه يعني ايه كلمه خريطه تدفق؟ يعني ايه فلوت شارت تصنيعيه؟ من ساعه ما بيطلع المنتج كرو ماتيريال وش الدنيا لحد لما بيطلع يطلع منتج جاهز. بالظبط. هي دي خريطه التدفق او الفلوت شارت او الفلو دايجرام، عمليه الخام للمنتج عندي. انا بشوف مثلا انا شغال على منتج الشوكولاته ده. دي نقطه. النقطه الثانيه ببتدي ارص بقى العمليات التصنيعيه ستيب باي ستيب. تمام. اوكي. طيب بعد كده اسماء قلنا زي ما قلنا الفيريفيكيشن انتاج ثاني، وببتدي واللي احنا تناقشنا فيه على التيبل. اوكي. على ارض قليل ولا هو مظبوط؟ حاجه اسمها التعقيم. يعني انا حاطين الخطه ده اللي بيتنفذ، ولا في حاجه زياده، ولا في حاجه. انا جيت قلت لحضرتك النهارده في كذا وفي كذا وفي كذا. تمام. انا صادق مش صادق دي حاجه ثانيه، انت واخد بالك؟ فبننزل نتحقق من الكلام ده، ننزل نتحقق من الكلام ده عشان قدام شويه. بعد كده ببتدي بعد ما اتحققت من الفلو اللي احنا قلنا عليهم امبارح ظهروا في اخر حاجه 1997 موجوده عندنا. 1997 لحد النهارده ما اتغيرش. تارس وقلنا اهميته و 98 دوله. تمام. اتكلمنا على امبارح على الباثوجينيك بكتيريا، قلنا اللي بتسبب لي ايه. احنا قلنا في ثلاث مخاطر. ايه هما الثلاث مخاطر؟ كيميائي فيزيائي. صح كده. هما دول الثلاث مخاطر اللي احنا اتفقنا. اوكي. او ناتج نمو ميكروبات. تمام. تمام. تلوث غذائي وايه؟ عدوى غذائيه. في فرق بين التلوث. اوكي. عدوى غذائيه. لو رجعت على المنتبه عشان ما تتعبش نفسك، لو رجعت على الصفحه هتشوف اللي ايه؟ العدوى الغذائيه او التلوث الغذائي ميكروب. والميكروب اشهر انواع الميكروب ستافيلوكوكس الكامبيلوباكتر اليرسينا الاستيريا الفيبرو بانواعه. ماشي. الكولستريديوم بريفرنجينوس البنسيليوم ليه ايه بكتيريا ها ليه يشرشك دي اصلا. تمام. بكتيريا نافعه الزبادي
الزبادي اوكي البكتيريا الزبادي ديت نافع ده موجود موجوده لهوائيه جوه القولون تمام ووظيفتها القولون ما طلعتش اللي بيحصل ان هي بيحصل لما بتخرجات هي كانت لهوائيه بقت هوائيه للمنتجات للمنتج الغذائي الف ب نظافه بالبلدي كده الناس ديت لما طلعت ودخلت الحمام دخلوا الحمام ولا جيم بي الجيم العلاج انت واخد بالك انا بعلمهم وبدربهم ان هم بنتكلم ان احنا بنعرف الشخص ده ونعطر مصلحته ونفسه قبل ما وصلت للشخص اللي قدام احنا بنغسل ايدينا بالميه والصابون كل واحد فينا كمهندس انتاج ولا مهندس جوده ما صدق نفسي الاول بعد كده اعلم الاخرين عشان يصدقوني وانا مش انتاج واعمل حاجات من اخلع الطريقه واقعد اهرش تمام الحاجات دي كلها فقد الشيء لا يعطيه يا جماعه ما ينفعش انا اجي اتكلم مع اطلع اضرب السيجاره وادخل تمام والولد اللي واقف لما فالموضوع ده مهم ده الجيم دي اما الشاشه كولاي اما بتاع ده يمسك حرامي بقى يعقب عليه ياخد مسحه تمام عشوائيه اوتوماتيك موجود ده يبقى الناس ديت اجازه لازم يكون اتضرب وتعرض طيب الشركه ما بتطبقش وما بتدربش طب انت شغلتك ايه تمام هو انا معلم مثلا المعامل والعامل حلو قوي جميل حلو قوي السؤال ده ممتاز الراجل مش هيدخل غير لما يغسل ايده تمام للاخر للاسف في بعض الحاجات تمام تمام بس لو احنا عملنا الحركات ان موجود فعلا تكون موجوده زي دي برافو بمنتهى البساطه ما تدخلش غير تشوف صابون عشان خاطر الراجل يدخل الراجل ما دخلش اللي هيدخله يبقى متحمل مسؤوليته ما تبقاش انت بقى بس ما تبقاش انت مالكش فيه انت نفسها ما بشرة عشان اشتريها تمام انا دلوقتي بمشي في ستيب في خطوات ماشي الخطوه ديت بتاعتي الخطوه اللي بعدين بتاعت فلان فلان ده مين اللي المفروض يحط مين اللي يعمل خلاص علمت عليه معايا ما دخلتش عشان خاطر ما فيش صابون ما فيش صابون عايزين الناس تدخل خاطر عليك لا يكون في نفس الا وزعها الموضوع واخدينه بشكل حرفي الموضوع يبقى بشكل اساسا في الموضوع ان هو يكون شكل حرفي انت وتقدر بس انا اهم حاجه عندي هنا اخد شهاده قويه ونقدر نعرف استفاد من التدريب في حل مشاكلي انا جاي هنا ليه واجه مشاكلك تمام هتبقى شخصيتك العمليه قويه من الاخر مهندس الجوده يعمل حساب ليك مديرك يعمل حساب ليك الناس كلها شخصيتك العمليه لشغلك ليه عشان انت راجل فاهم اوكي ايه هو الهسب اناليسيس اند كريتيكال كنترول بوينت ليك تعرف ايه عن الهسب لا انا اعرف حاجات كتير طب قول لي ايه اللي تعرف بوينت برافو ايه بعد كده تحليل النقاط تحكم الحركه برافو ها ايه بعد كده ده بيحصل ايه اللي تعرفه عن الهسب الهسب ده ايه ده بس ده نظام الف ب نظام غذائي حد النهارده بعد كده 22000 2005 جت بعد كده بي ار سي حاليا ايشو 7 بي ار سي ماشي وجات من 3 4 اسابيع 22000 2017 الهسب زي ما هو الهسب زي ما هو في السيستم اتفقنا طيب اوكي تمام يتبع في تصنيع الاغذيه كوسيله لتاكيد سلامه الغذاء وهو النظام الماركات العالم كنظام لضمان يعني ايه ضمان سلامه الغذاء في المستقبل قول لي معناها ايه مش تاريخ صلاحيه مده الحفظ بص تاريخ صلاحيه دي حاجه تانية في المستقبل يعني طول ما المده ضامن انا
سلامته الغذائيه طول ما هو موجود في السوق مطابق للاشتراطات الايه التخزين. ما دام هو مطابق للاشتراطات التخزين اوكي دلوقتي لما المنتج بتاعنا زي ما هو مفتوحه ما فيهاش بايظه اه تمام. طب دلوقتي يعني هتروح هناك هتشتكي هقول لك لا اللي خزن نفسه في رقم اللي هو 19 ده بتتصل بالشركه وتقول ان انت ما فيش مشكله عندك تقول ان انت عندك مشكله كذا كذا والشركه تتعامل معاك عشان تبقى بس فاهم غلطة لكن انا جربت اوكي مش جربته بس انا كنت شغال ماشي شغال في شركه من الشركات اللي انا كنت شغال فيها قبل كده كان من ضمن شغلي ان انا بنزل كل سير بتاع ده كاستمر بس انا تكنيكال يعني ايه ده في بدايه حياتي خالص بعد سنتين من شغلي كنت بقى تمام اللي بيرد عليهم مدير الانتاج اوكي انت في شكوى عميل في كذا كذا المنتج يعني بيديني يا بختك لو طلعت حاجه بايظه انت مش هتجيلك علبه ده انت بتجيلك هدايه محترمه تمام على سبيل ايه التعويض تمام يجي لحد عندك مندوب الشركه ويحل لك مشكله ويشوف المكان كان بيحصل انا شخصيا كنت بقوم بالشغلات فيها كان نفس المنفيه نفس السيستم السيستم ده موجود في كل الشركات شركه واخد بالك لو ما عملتش شركه ثانيه خلصت فانت عندك الالبان كتير الجبن كتير بيمستوا ان هو في الخطوات اللي احنا هناخدها النهارده ان شاء الله الايه المنافسه المنافسه قبل حصول المشكله يعني انا ده بقى نظام وقائي مثلا يعني انا اتوقع فبحلها قبل ما يحصل المشكله صح ده اللي احنا هنعرفه مع بعض عشان اعرف ال دي كلها زي ما قلنا دستور الاغذيه اللي احنا اتكلمنا فيه ايه سريعا اعرف ال بين قوسين دول تمام قول حضرتك اول حاجه تقليل عدد شكاوى المستهلكين هنقول مع نتفق مع بعض احنا هنقول نقول مره شريف مره والحاجه اللي احنا مفهومه الحاجه اللي مش مفهومه هنشرحها مع بعض او نتناقش فيها مع بعض عدد ايه شكاوى المستهلكين تمام تقليل تكاليف استرجاع المنتجات مفهومه تمام الدعايه الجيده للشيء عدم تعرض المنشاه او زياده الطلب على المنشاه كمنتج او مور ايوه برافو انا عندي المنتج حكم الاثنين في الطبيعي ان هو فاينل برودكت بالنسبه للشركه اللي انا فيها تمام فاينل برودكت يا ايه يا رو ماتيريال لشركه ثانيه مركزين معايا تاني ماشي زي مثلا المزرعه طالعه من عندك فاينل برودكت لشركات الالبان على المعجنات تمام والبيكنج في المخبوزات و و وغيره 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 دخلت ايه رو ماتيريال ك سين من البيتزات تمام بابا جونز الموزاريلا يستحسن مطبقه ايه الهسل يبقى انا هجيب الخامه ديت او الموزاريلا دي يكون الشركه مطبقه الهسل وانا اخدها ايه خلاص بقى دي طيب بس لا ده بقى في حاجات تانية كتير دلوقتي ده مش دلوقتي يعني بقى اكتر من 10 سنين برضو من ساعه ما شركات التعبئه والتغليف والبلاستيك اوكي والرول تمام والألم الالومنيوم الشركات اللي بتصنع الالومنيوم اللي بيتعبى بيه المنتجات الغذائيه الورقيات العبوات الشركات اللي بتعمل عبوات فيها بعد كده الشاي واللي بتحط فيه واخده فود سيفتي 9001 بتاع قصدي بي ار سي مفيش مشكله كانون المنتج في حاجه بتطلع منه حبه ان الشركه بتاعه البلاستيك ديت مش متابعه اوكي ممكن يكون مطبق السيستم بس عنده خلل في حاجه معينه كرتونه جاي فيها دبان بقى فورم مين ان هو يكون اصلا مطبق ليه عشان لما اروح اتكلم معاه الاقي مين الاقي ناس فاهمه الا كان انت هتروح تاخد كرتون من شاش نظام بس كنترول وما عندهاش حسب وما عندهاش فيربه مقطوعه هو يساوي الشيء الفلاني ككرتون عشان خاطر ثمن الكرتون في كرتونه بتبيعها انت ب 200 300 جنيه تمام
الكنزات الاسخن بقى، يعني انت ممكن جيركن لكن كنز جاي مقفول وهيتعب جاي من مصنع كنزات، مصنع بيعبي الكنزات، البرطمانات الازاز وهكذا. لما بتطبطي قوي واخد بالك، متفق عليه دوليا ان الناس تشتغل وراه ايه؟ ها زياده الطلبه على المؤسسه. هو نفس الكلام اللي احنا قلناه يعني ممرض وقناه بتديك نفس تحسن جوده المنتج وزياده ضمان سلامته. مظبوط، تحسين الفعلي لجوده المنتج، زياده امكانيه التحسين الفعلي لجوده المنتج. برافو. يعني ايه الكلام ده؟ نظام لضمان سلامه الغذاء ويتم عند البدء في مراقبه نقاط تحكم الحركه، يزداد الاهتمام بجميع العناصر التي تتعلق بسلامه المنتج. اوكي؟ الذي يتم اعداده او تصنيعه، متفق عليه؟ العمليه الانتاجيه بصفه عامه، يعني ايه؟ كانت المذيعه بتقول لي ايه؟ بقول لها ايه اهميه الجوده بالنسبه للمنتج الغذائي؟ طبعا احنا دلوقتي بنتكلم اهميه الجوده، جوده وسلامه المنتج الغذائي الاثنين بالنسبه، لو قلنا منتج غذائي الاثنين معلش سوري، ههتم بجوده منتج ومش ههتم بسلامته. الامراض دي الناس مش مشكله، ده مش منطقي طبعا. اوكي؟ فانا قلت لها بمنتهى البساطه، انا لما بتحكم في عمليه، بتحكم في العمليه الانتاجيه دي، قدام العمليه الانتاجيه اللي انا اتحكمت فيها ووصلت للشكل اللي انا عايزه والمطلوب، وهخطي الخطوه اللي بعد كده. تمام؟ الانتاجيه اللي انا فيها، في خطوه من الخطوات الانتاجيه، وقفت ليه؟ وقفت قدامها وانا بتابع، انا عشان خاطر بتابع، وقفت عشان اصلح العمليه الانتاجيه دي عشان ما تتكررش تاني، صح؟ او في منتج ما والمشكله ديت انا وقفت وحلتها وكملت شغلي عشان ما تتكررش تاني، ده نوع من انواع التحسين ولا لا؟ بمعنى المكنه حصل فيها عطل وغيرت قطعه غيار، واخد بالك؟ انا حسنت في ادائها ان انا حطيت قطعه جديده هتعيش فتره اطول. اوكي؟ تحسين مع تحسين مع تحسين، تمام؟ متابعه مع متابعه مع متابعه. في حاجه اسمها مراجعه اداره، ده في 22000 9001، وكل انظمه الجوده فيها الانترنال اوديت دي ثوابت. اوكي؟ لما بتلاقي ان في مشكله حصلت في المكتب، طب انا دلوقتي المشكله ديت ماشي معناها خطر على المنتج، تعال انت وقف المنتج الغذائي، وقفت المكنه والمكنه جوه منتج غذائي، هل ده ينفع؟ معناها ده في مشكله. طب انت هتعمل ايه في المنتج الغذائي اللي جوه المكنه ده؟ هتسيبه ولا هتعدمه ولا هترجعه ولا قصه كبيره يعني. مشكلتك بتدور ان انت تحل المشكله ديت، ان انت تصلح المكنه ديت، تمام؟ طب انا المفروض بتعرف الاداره اللي هنتكلم عليه وشاف ان المكنه ديت استهلاك الطبيعي يا جماعه نغيرها، ولا نقعد نصرف على تصليحها ووقفتها؟ انت عندك مشكلتين دلوقتي، المكنه فترات طويله وفي نفس الوقت انت بتجيب لها قطع، اي مكان اشتري مكنه جديده. اوكي؟ تمام؟ الخساره من وقفتها وتكلفه اعطالها والخامات والقطع الغيار بتاعتها ماشي 50 واحط عليها قدهم مثلا واشتري مكنه جديده، في عين بقى دين ما تعمليش المشكله دي. دور دايما مجلس الاداره، لو انت اقنعته ان المشكله ديت هتصب، تقنعه اقناع سليم 100%، لان الموضوع ده هيصب في الاخر لمصلحته ولمصلحه الشغل، فهيشتغل وهينفذ. اتفقنا؟ الاولويه العمليه بالانشاء والمؤسسه، يبقى رفع المواد بقى، رفع الروح المعنويه للعاملين بالمنشاه والمؤسسه. احنا يا باشمهندس تخيل لو احنا كل يوم الملل اللي موجود ما غزلتش تضحك عليا، لا اوعى مش عارف ايه، طب اغسل ايدك يا اخي عشان خاطر نفسك، طب مش عارف، لما تبدا الكلام بيدور انت والعمال ومديرك وصاحب الشغل وده 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 على هدف واحد، سلامه الغذاء. في التواصل ده، في تواصل داخلي وتواصل خارجي، قصه طويله، واخد بالك؟ اسمها التواصل او الاتصالات، الاتصال كبير، لازم يكون الناس اللي موجود في الهسب تيم بتتواصل مع بعضها بسهوله، بيبعتوا الايميلات لبعض، بيقعدوا مع بعض، مش يبقى واحد تقول لي الاثنين عاملين شغل كويس. تمام؟ فبالتالي روح فريق، زي اكنك انت بالظبط في في في
حاجة اسمها اوبتي. فده فريق العمل ده الهسب بس على هدف واحد، سلامة المنتج. يجمع الناس، ما يجمعش، ما يجمعش الصيانة، ما يجمعش مخازن، لا يجمع كله، الناس كلها على هدف واحد. يبقى الراجل بيقاس قوي بتاعت التلاجة لو عنده حصلت مشكلة او قفلها نقص الجودة بيعدي كل ساعة، لكن انا التلاجة بتاعتي وعقدتي، يبقى عنده فكر ان التلاجة ديت لو وقفت منتجك هيبوظ وهيبقى خطر على صحة الانسان وهيعدم. تمام، انا نازل من بيتنا اروح اشتغل الساعتين بتوعي ولا العشر ساعات، ايه الموضوع اللي انا بتعامل بيه؟ ماشي. طيب الناس اللي شغالة وعندها مشاكل بتبتدي ترجع لمين؟ للمؤسسات القانونية. طب انا رحت مش عارف مين، طب انا رحت ايه، انا طيب ها كان التكليف من عمليه اخذ عينات المنتجات النهائيه مفهومه طبعا. عجبتك قوي امكانيه التكليف من الخسائر الناتجه. بص اقرا الجمله الاولانيه دي بس سريعا. اذا لم يكن هناك برنامج محدد للتعاقد 20% الى 25% من القيمه الاجماليه للمبيعات، وان هذه الخسائر يتم تحملها بسبب الفشل في التنفيذ الجيد لعمليات الانتاج. يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ المخالفات دي بتيجي منين؟ تفاصيلها كلها اهو. ماشي، ان انا عندي من 20 25 تقريبا ايه هالك، انا من ضمنها. اوكي طيب هندسه زيادة امكانيات التحكم في المنتجات سواء داخل او بعد خروجها. صح، انت حاطط سيستم عشان بنتكلم يعني كان يعني يتخزن في مكان كويس درجه حراره معينه لحد ما يطلع بره. بالظبط، امكانيه تقليل المنتج وانواع التامين الاخرى. مفهوم؟ في حاجه اسمها، هي مش موجوده في مصر برضو، في شركات تامين بتعمل ايه العربيه وعلى المنتج ده متامن عليه، بس شركات تامين تانية بتعمل ايه تامين على المنتج نفسه حتى في السوق. المنتجات بتاعتك انت انتجت كذا 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 وشركه التامين على المنتجات بتاعتك والكلام ده كله. ففي تامين تسمح لشركات الاغذيه التي تقليل قيمة التأمين وكذلك المسؤولية القانونية هذا وقد تبلغ قيمة التأمين. بمعنى لو قلنا أنا بروح أأمن مثلا شركات التأمين بتأمن على 30%، ماشي، عايز كده وهاخد منك 30%، ممكن تيجي على شركات الأغذية واخد بالك هديك القيمة اللي هي بفايدة 30 خليها مثلا 15، خليها القيمة اللي انت هتدفعها للتأمين وتحصل على نفس القيمة التأمينية. طبق سيستم تمام يضمن لي ان المنتج، لكن انا دلوقتي انت راجل بتعك تمام. طيب تحليل العوامل التي تؤثر على الغذاء، في كذا حاجه بشكل مباشر او هونات، الموردين، العمليات والاجهزه، سحب العينات واجراء الاختبارات، الطريقه، العاملين، تعليمات التعبئه والتغليف. تمام كده احنا هنبتدي في الجزء الثاني. ماشي طيب، المتطلبات الاساسيه، حاجه اسمها البري بي ار بيز، اسمها البري ريكوز بروجرام، المتطلبات والاشتراطات الاوليه او الاساسيه. بمنتهى البساطه بالبلدي، انا هدخل مصنع اغذيه، ماشي، عايز اعرف اذا كان المصنع ده ممكن ياخد هسب ولا ما ياخدش هسب، ممكن ينفع. رايح اعمل مقابله في شركه، شركة أغذية، أنا ينفع ولا ما ينفعش أشتغل في الشركة دي؟ أنا الشركة ولقينا المية ردة في كل حتة، حاطين مصايد ولا حاطين مصايد فلان، لقينا وأنا معدي عندهم أصلا اتش آر شغالة جوه والقطط والكلاب سارحة رايحة مصنع بيصدر بعناية الاتنين، بيصدر بس بيصدر دول عربية بعناية تمام؟ يا باشا وواخد 22,000، ماشي؟ العمال جوه ومعلقينها على باب التلاجات، واللي شغال بي 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 المصنع ده لو وجهه نظري مش هيبقى يا باشا ممكن تطلع منه على السجن. الموضوع كبير طبعا. الشرطه لما تيجي تعمل كده اول ما يمسك هيمسكك انت، مين المدير، مين المسؤول هنا؟ انا دخلت الشركه اللي احنا بنقول عليها تحت الشرطه خالص، دخلت الساعه 10 الصبح مشيت الساعة 12 الظهر. تمام؟ باشمهندس أنت مسؤول عن المكان هنا. طالع بقى إيه؟ مسؤول عن المكان بقى والعمال والشباب والولاد وي وي وي. ماشي؟ تحط ده على ده. العلبة دي والعلبة دي
هتاخدهم وتحطهم هنا مش شغلك. طب احطه هنا ليه؟ مش بتاعتك. طب انا لو جه حد من الصحه انت المسؤول. انا بقول لك كده يعني، انا لو جت حد، لو جه حد من الصحه انا المسؤول، وانا مش هعمل عليكم باشمهندس. خلصت. لما تبقى عارف سيستم هسب زي كده تعرف تحكم على الشركه كنت اه ولا لا، تعرف تحكم على فرصتك اللي جايه لك. الكويست بروجرام هي المتطلبه عشان اقدر اخد هسب، عشان اقدر اعمل هسب. في حاجه اسمها بتني ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، اوكي للهسب. اوكي اللي انا ببنيه عشان اوصل للهسب. البري كوست بروجرام، تعريف الصيانه الوقائيه، مكافحه الافات، التدريب، التدريب، الاجراءات القياسيه، البي بي، ممارسه التصنيع الجيد، تمام. كل ده طيب. دي نفس الصفحه الاولانيه اللي احنا اتكلمنا فيها الجي ام بي والاجراءات تشغيل مكافحه الافات والصيانه الوقائيه والبرامج ايه التعريفات. جي ام بي جود مانيفاكتشرنج براكتس، هنتكلم. انا كنت ببتدي في الاول فقط، لقيت ان البدايه بالهسب بس، تمام. بس لقيت ان الجي ام بي من المهم جدا 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 ان انا اعمل له كورس لوحدي، مش ان انا لقيت ان انا مهم ان هو يبقى كورس. ممكن ما تطبقش هسب اصلا، او عشان ياخد هسب عايز يبقى حاجه كبيره، واخد بالك؟ زي المطاعم، سلاسل مطاعم صغيره، مطعم على 2017 او قانون سلامه الغذاء ده لو نزل ده قانون هيتحاسب. طب انا يا جماعه تمام لازم تكون مخالف لكذا، ببساطه زي ما راح عمل لك ايه البي ار سي ده. في بي ار سي للتعبئه، سي سلامه غذاء للمصنع الغذائي، تمام. ودي ده قصه طول شرحها، احنا هنبقى ايه هتكلم بس ايه هشرح لك بالتفصيل، اشرح لك الانظمه بتاعه جوده الغذاء، اوكي. الانظمه بتاعه الانظمه الانتاجيه بيتقال عليها ايه، العمليات التحسين الانتاجيه او الحاجات دي كلها سيكس سيجما. المهم جود مانيفاكتشرنج براكتس، ممارسات تصنيع جيد او الممارسات الجيده للتصنيع. ركز معايا، هي جميع العمليات، جميع العمليات التصنيعيه التي يقوم بها جميع العاملين بالشركه، تمام، في جميع الاقسام، اساسي في جميع الاقسام، كخطوه اساسيه نظام اغذيه او لتطبيق نظام الهسب، ماشي. مجموعه من الارشادات التي يجب اتباعها في جميع المراحل النهائي، حيث تمثل الاطار الذي يلتزم به جميع العاملين في ممارسه العمليات واعداد وتصنيع وتداول الغذاء، بما يجعله مستوى التطبيق. قلنا جميع العمليات وجميع العمليات التصنيعيه، ماشي. التاكد ان جميع المنتجات يتم اعدادها وتصنيعها وتخزينها ايه بصوره جيده، تصنيعها مطابقه للتشريعات الاسلاميه، التشريعات الرسميه. التاكد من ان جميع المنتجات التي يتم تصنيعها تحتفظ بمستويات ايه جوده مرتفعه، ماشي. الشبكه ضعيفه، اوكي. ان شاء الله الاسبوع الجاي ربنا يسهل. اهم حاجه مستر معتز معايا، مستر معتز معايا، حتى لو مش معايا ممكن يبقى يشوف الفيديو، اوكي. طيب يجب تنظيم دورات تدريبيه على برنامج الممارسات الجيده للتصنيع. طبعا انا يعني انا لما اجي اقول في الكورس هنا يجب تنظيم دورات تدريبيه للجي ام بي وانا ما ادهوش، يبقى فقلت بقى ايه انزل بيه، عارف بقى هو انزل. ولما ابتديت ادي جي ام بي لقيت برضو ان في جزء مهم قبل جي ام بي، الجي اتش بي، جزء من اجزاء الجي ام بي اللي هو جود هيلثي براكتس او جود هاي، لقيت برضو مهم. برضو الكورس ده هديه، اوكي. الممارسات الشخصيه زي بس يعني انتم بالنسبه لكم ما اعتقدش ان في مشكله، خصوصا تمام اذا كنت انت اخذته في الكليه او اذا كنت انت بتشتغل عليه. لكن الجي ام بي مهم. الارشادات الخاصه بعمليات المخازن، الارشادات الخاصه بتصميم الاجهزه والادوات، اوكي ماشي كده. الجي ام بي خلص. طيب الجي ام بي بصوره مهمه برضه عشان خاطر نكون ايه متفقين لحد لما ناخد الكورس بالتفصيل، بيهتم بثلاث عوامل اساسيه، عشان كده هو يعتبر مش جوده بس ومش مش سلامه بس، هو تمام وبسلامه بتاعت المنتج،
اوكي يعني تصنيف الجوده اللي هي ايه الشكل تمام السلامه بقى الحاجه اللي جوه اه طبعا هقول لك ازاي هو بيهتم الجيم بي بيهتم بالشخص سلامه الشخص اوكي ان هو يكون نظيف النظافه الشخصيه تمام بيهتم بالمكان التحتيه المباني بيهتم بالمكان بصوره عامه تمام بكل تفاصيل المكان في النظافه في الغسيل في البنيه التحتيه واخد بالك في الصرف في الحوائط في الارضيات في الاسقف ده اهتمامه بيهتم بالعمليه التصنيعيه خطوات العمليه التصنيعيه الاقصى هنلاقي معظم الشركات تمام في الاغذيه يستحسن المصنع يتالي واخد بالك يتلاقي مثلا حرف ال حرف يو تمام حرف يو ايه يا مستقيم في المصنع تمام يبقى فيه قسم البريبيرنج بعد كده الكوكينج بعد كده الفيلينج قسم التجهيز قسم التجهيز والتحضير قسم الطبخ بصوره عامه بصوره عامه يعني لو جيت العصير المكان اللي فيه جهاز الليوتشيتي والبسطره وبعد كده في مرحله التعقيم التعقيم بسطره او ايه او انت بتعقم على جهاز الليوتشيتي صح ايا كان اللي هو مرحله بعد التحضير بعد كده ها الفيلينج الفيلينج اللي هي التعبيه مين هتعبي في علبه صغيره في كوبايه في مستقفات لا طب ليه تعبيه العبوه تعبيه العبوات نفسها يعني انت حضرتك مثلا عندك عبوات شوكولاتات مثلا صغيره باكت صغير مش عارف ايه هنا تعبيه العبوه الشوكولاته بتنزل من الخط كده هو بتنزل على حضرتك على التغليف الرول نفسه ده الفيلينج ده الفيلينج انت بتعبي الشوكولاتايه جوه مثلا الرول اللي بيقفل عليه والعلبه جوه كرتونه ده الباكينج وده المفروض يكون في حته ثانيه يعني خط اسيتك خط اسيتك ما بتشوف يعني ايه خط اسيتك يعني خط معقد ما بتشوفش فيه المنتج بعينيك العصاير والالبان تشتري الكرتونه يعني انت تبص اللبن داخل من هنا تبص تاخد الكرتونه من هناك اوكي طيب الايه هنا معايا مش معايا هندسه لو في اي سؤال ماشي هندسه لو في اي سؤال ايه دلوقتي احنا في حاجه اسمها الممارسات الشخصيه انا ان شاء الله باذن الله ابعت لك البرزنتيشن هندسه على الميل او ابعته لك على الماسنجر فيسبوك ماشي ممارسات الشخصيه انا بتكلم دلوقتي في ممارسات الشخصيه ماشي معايا يا مستر زي مين مثلا ممارسات الشخصيه لو المطاعم لو تخيلنا مع بعض يا شباب ان احنا دخلنا مطعم اوكي والناس فود مثلا او بتقدم لنا الاكل علي بقى بقى ايه كان في مدير جوده كان بيت جندس اللي البلطو بتاعه مش نظيف شاف البلطو بتاعك متوسخ يعمل لك جيزه النهارده يعمل غياب احسن هو جاي بيه مش نظيف هاي مش مهندس جوده كانت بيبقى فيها وفي بعض الشركات ما فيهاش المصنع اللي انا كنت فيه ده ما كانش فيه اهم حاجه ايه النظافه طب انا في مصنع تاني كنت فيه بس الواد ايه شغالين في بهدلهم بهدل المهندسين وبهدل مدير المصنع ايه ده اتوسخ يطلع يغير لكن مثلا فات ساعتين الشيفت ماشي وطين هيكمل الشيفت بنفس المنظر ده ازاي ممكن تحصل ورميت الشيفت على طول ممكن تلاقي شويه تتات عليك بدل الدنيا لازم البلط بتاعك يتوسخ طب هتعمل ايه بتغير البلط ولا بتعمل ايه البلط لو قال لك يوم يجي لك تاني يوم الظهر مفيش مشكله بس ده كل يوم يعني تمام ماشي وبعد كده احنا يعني كمهندسين انتاج ده مش للدرجات دي يعني ده يعني مش للدرجات يعني ما بقاش ايه مهندس انتاج لدرجه ان انا طين خالص يعني فاهمني تشتغل كده جوه تعتبر النظافه الشخصيه ذات اهميه قصوى في احتفاظ والامن ايه والامان الصحي جوده وانتاج لازم النظافه الشخصيه بس ده اللي انا قصدي عليه المستوى المنخفض من النظافه الشخصيه يمكن ان يسبب المنتج او حدوث ايه حاله لو الشخص اسف هنا بتكلم على الاشخاص لو الشخص مش نظيف تمام ممكن ينقل تلوث مثلا كحه عنده
طيب ده ما مفيهوش بالظبط بالظبط. الارشادات العقاريه بيتكلم عن الارضيات والبلعات والبرامج بتاعه لازم يكون دواسات بالظبط. برافو عليك. تطهير الايدي، اوعيه المواد الخام او المنتجات الغذائيه، الحالات الصحيه للادويه للادوات، تجميع القمامه، تنظيف اكياس الاوعيه والمواد الخام، الزيوت والشحوم، القواعد الخشبيه. تمام. استخدام الادوات الزجاجيه في صالات الانتاج ده في حاجه اسمها الايه، وديت بيركز عليها في ايزو 22000، حاجه اسمها جلاس بوليس اللي هو ايه، سياسه الزجاجيات. يعني ايه سياسه التعامل مع الزجاجيات؟ يعني انا دلوقتي عندي برطمانات في سله بلون مميز، تمام، وبعرف ان اللون المميز للسله ده بيترمي فيه الجد خطير اكتر من ثاني بالغلط، تمام، كرو بتاع ده ك يعني كان متغطى بالريورك اللي بنتكلم عليه، اللي هم بنقول عليه ايه، قال له شفت انت انتاج، انت راجل بتاع انتاج ده عنده سنس الانتاج اسود على طول مش فاهم اسود بتاع الجوده، يقعد ياكل يشرب شاي بره ويشرب، انت وانت تجري تقعد تجري على نفسك. الازاز، تخيلنا لو احنا بنستخدم ازاز، برطمانات ازاز، برطمانات صلصه، مربى، لو انت مش متحكم وما انتش عارف الازاز جاي منين ورايح فين ولما بيتكسر بتحطه فين، ما رميتهاش في مكان بعد ما تتكسر، انت عارف فين المكان ده ومميز واخد بالك، والراجل بتاعنا مليان يجي العامل يلاقي البرميل ده مليان يروح رامي فين، في البرميل بتاع الزباله الثانيه. ده في شركات بتعمل يا جماعه وصل عشان يفرق الويست بتاعه، يعني هو لو عنده مثلا المخلفات بتاعته كرتون هو بيستخدم الثلاثه دول في التعبئه، بيبقى عنده لون اسود للزباله بشكل عام اللي هو بينظف المناديل شاش تمام يرمي فيه، يبقى نفس الشكل بس لون ثاني زي مثلا لون اصفر، واخد بالك الازاز لون احمر لون ازرق تمام. ممارسات الاستلام والشحن، رصيف الرصيف اللي انت بتعمل عليه، يعني مثلا زي ما احنا قلنا لو انت في المجمدات واخد بالك مجمدات ايه سالب كام، المجمدات يعني الايس كريم مثلا، الايس كريم بقى تحت سالب كام 10 ولا 15 تمام. فانت احنا تخيلنا مثلا لما احنا بنيجي وفي الصيف مثلا ماشي ورصيف التحميل الايس كريم فك فيه ميه خلصت خلاص باص. فانت انت متخيل الناس بيحمل في العربيه والعربيه بتروح للسوبر ماركت، العربيه مقبوله برضه نفس الدرجه اللي جوه وبعد كده ايه بقى ويسافر تلاقي بقى الايه البرادات بتاع اسنان ديت مثلا ولا البرادات بتاعت الايس كريم يسافر لحد الصعيد تحت وي 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 سنه 18 ما ينفعش يطلع العربيه من الدرجه. الميكانيكي زي ما احنا قلنا تخزين المنتج. طيب انا يهمني قوي 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 الارضيات، تصميم وتشييد المبنى، الاسقف والاسطح، المصنع، الحوائط، الارضيات، الاضاءه، احتياجات التدفئه والتهويه والتكييف ده هنتكلم فيها ايه بالتفصيل بعد كده، كذلك الميه، مصدر الميه، البخار، الهواء المضغوط. اوكي دكتور علي زين العابدين، الله يخليك يا دكتور. دكتور علي ده استاذي تمام، تعلمت منه كتير بصراحه في الحياه العمليه تمام. دكتور في معهد التخطيط وهو اللي مؤلف بتاع الجوده تكاليف وعوائد، والحمد لله كان معايا النهارده ما شاء الله في المؤتمر بتاع سلامه الغذاء، وليا الشرف ان انا اعرف شخصيه زيه بصراحه وربنا يجعلها في ميزان حسناته. الله يخليك يا دكتور. عايز بقى حاجه دكتور بقى تقيمني في الاخر بس ايه ما تقوليش على يعني التقييم بالتليفون بقى بيني وبين حضرتك ماشي. مصدر الميه والبخار والهواء المستخدم عندنا هنا مياه الشرب. طب احنا لو رحنا مثلا في شركات تانية بس بره بقى واخد بالك ما عندوش نيل، ما عندوش الميه، احنا بنقول عليها بقى ايه دي ميه المصلحه، ميه المصلحه، يبقى المصلحه هي اللي ايه اللي متابعه الموضوع، بس انت بتعمل عليها اختبارات الماء العسر واليسر والاختبارات الميكروبيولوجيه وكل حاجه تمام. تعتبر توريد، يعتبر بقى في واحد مثلا هيورد لك المويه اللي انت هتشتغل بيه زي المواد الخام كده، زي المواد الخام برافو عليك. يبقى
كل اللي من السيطره لازم يكون موجود. اوكي، لان الميه عندي هنا بالنسبه لي اوكي، غير ان هي نظافه وان انا بستخدمها في عمليات النظافه، هي اوريدي داخله من فين؟ في الرودنا تاني. تمام، مفهوم الموضوع ده؟ مهم يا جماعه. ولازم يبان السيطره بتاعتك في خطه الاسد على مين؟ على الميه اللي انت شغال، اللي انت بتشتغل بيها خالص. لحد ما خدنا في المعمل تحاليل، قال لك زي الفل خلاص اشتغل، بدل ما نشتغل بقى. المصنع وقف يوم كامل عند حضرتك عشان خاطر الملوحه عاليه، فكان لازم يقف. نسبه الملوحه عاليه، هيشتغل ازاي؟ الميه ديت تنفع يقف مشكله لحد لما يظبط شغله، وبعد كده يشتغل. يعني بتبقى مسؤوليه على مين لما يقف مثلا خط الانتاج حاجه زي مشكله زي دي؟ مين اللي بيشيل المسؤوليه؟ الناس كلها لازم تكون مع بعض عشان تحل المشكله، كله بلا استثناء، جوده وانتاج. تمام، ما ينفعش مهندس الجوده يطلع يشرب شاي. ما ينفعش. ليه؟ لان احنا مش هنشتغل كده. يعني ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ كلهم فيما يخصه، كل واحد يقوم بدوره عشان اعرف انا دوري ايه. التدريب، انت تعرف دورك منين غير من التدريب؟ تتدرب عشان خاطر تعرف دورك. في حاجتين مهمين جدا، حاجه اسمها الجوب ديسكريبشن وحاجه اسمها التدريب. الجوب ديسكريبشن ده انا مطلوب مني ايه؟ بتاع الاتش ار بيقول لك المفروض قبل ما يقول لك بتاع الاتش ار، يبقى انت رايح عارف انت هتشتغل مهندس معمل، مطلوب منك ايه؟ مهندس تعمل. ماشي؟ لو كل واحد قام بدوره هتلاقي الدنيا ايه؟ ماشيه روح فريق. المساعده برضه ليه؟ تمام؟ برضه الناس ازاز على اي منتج ولا حاجه تبان دكتور. ليه؟ لما دي لما الكفر ده بيحمي برضه حاجه زي كده. طبعا زي حاجه الغطاء بتاع اللمبه لازم يكون متحكم كويس فيها، عشان مش حاجه تقدر لقطات تنزل على المنتج، ممكن تخش على التغليف ما خدش ياخد بالك من حد ياكل، لا حاجه تخش من المعده مصنع تقفل. تمام. طيب دورات المياه وغرف تغيير ملابس وغرف الطعام اوكي، وسائل تنظيف التطهير الايدي، اماكن التدخين، تجميع القمامه، احنا قلنا ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل نقول الموضوع ده بالتفصيل في جيم بي. الاشتراطات الخاصه بالمخازن، حاجه اسمها تدوير المخزون، تداول المنتجات التالفه، خط مع التفتيش اوكي، عشان ما نضيعش وقت. مثالي انت معايا جيم بي، وانت ان شاء الله يكون معايا جيم بي صح؟ هكمل كله. طب عشان خاطر ايه؟ ما نضيعش وقت ونكسب وقت. بس لو سمحتوا الحاجه اللي يعني انا ماشي اوكي ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا العمر وانا اخدها في الكورسات الجايه مع بعض، لو حاجه مش تفاصيلها او ما تعرفش ايه هي. ماشي؟ عامه سريعا ترتيب المخزون زي ما احنا شايفين الصوره اللي قدامنا دي مصنع بريزيدو اوكي، دي صوره المخزن الحقيقي في فرنسا اوكي، معايا صوره بتاع المصنع ان شاء الله باذن الله ممكن ايه ابقى اجيبها لكم تشوفوا مع بعض. حاجات مش موجوده على النت. تمام؟ في حاجه هتفيدنا هندسه برضه، طبعا اكيد موجود عندي. هو انت اساسا طول ما انت معايا كوال سيستم ما تقلقش، في جروب على الواتساب ضروري تدخل عليه، لان في حاجه اسمها انا هديك ارقام التليفون توديك دلوقتي ان شاء الله، ضروري تدخل لان في حاجه اسمها جوجل درايف. تمام، في كوال سيستم جوجل درايف، جوجل درايف ده اللي هو مرفوع الكتب اللي بتهمنا في كل السيستمز دي كلها بالتفاصيل مرفوعه على جوجل درايف، يعني انت تدخل تعمل داونلود بس والكتب كلها موجوده. تمام، هينقصنا شويه الفيديوهات والصور والكلام ده كله، دي موجوده عندنا. واحد ده مشترك فيه بس ما اعرفش ده الميكروبيولوجي بس. لا في بقى كوال سيستم 2 بالظبط بس. تمام، المفروض بقى فيهم درايف. لا في حاجات بس دول تمام. انا لقيت من فيسبوك والجوب. ايوه شانس جوب. لا 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 في كوال سيستم جوب، في كوال سيستم جوب برضه. طيب ماشي شوف هبعت لك اللينكات دلوقتي ان شاء الله على طول على في رساله. تدوير المنتجات التالفه ماشي، خط محيط التفتيش اوكي، خط محيط التفتيش يعني انا دلوقتي انا هاخد عينات من اماكن مختلفه جوه المخزن ماشي،
متخيلين احنا لو الـ لو المنت لو الـ الرصه جنب الحيطه هعرف اسحب عين يعني شويه حتى ممكن في رطوبه مثلا تخشها من الحيطه بتاع زي تمام وعايز انظف المكان افرض عايز انظف عايز اسحب عين عايز انظف لازم عايز اتاكد ان المكان تمام بالظبط كده 45 سم بين كل ايه بين كل بليت الثانيه زي ما احنا شايفين الصوره اللي قدامنا دي اوكي شايف انت 45 سم من كل بليته اه بص هنا بقى وبص المسافه بين كل بليته والثانيه عامل ازاي وده اللي بيطلع ده اوتوماتيك اوتوماتيك شخص ده شخص راكب هنا واخد بالك واحد وينزل راصص ويفضل رايح جاي الكلام ده ما شفتوش في مصر يفضل رايح جاي يرص من فوق يرص من تحت يسحب البليت يطلعها ويشتغل على نظام اف اي فوفو اف اي اف او ايه هو الاف اي اف او فيرست ان فيرست اوت يعني اللي بيطلع الاول انتاج دخل تاريخ بالظبط ويخرج ماشي الاشتراطات الخاصه بتصنيع المواصفات الصحيه يعني بستخدمها للادوات يعني ماشي استنلس اقدر في نوعين من الاستنلس تمام شغل بروفيشنال قوي بقى في نوعين من الاستنلس بيتقال عليه الاستنلس الغذائي يعني في حاجه اسمها 316 304 درجه ان انا في استنلس يكون نقي 304 بستخدمه في حلل الطبخ في الاجهزه اليو اتش تي حاجه اللي هي حرارات بقى او بريشر وي وي بتجل في نوع استنلس ثاني بستخدمه لمين؟ لانتقال السوائل لانتقال الماده الغذائيه فيه بس بنقل من هنا لهنا في النقاء كل ما يصنع واخد بالك دي قصه خاصه بالصيانه وبفنيين الصيانه بس انا اللي يهمني ايه؟ ان ده فود جريت ولا لا؟ يعني هو الخامه اللي انا بستخدمها حاجه اسمها فود جريت يعني ايه؟ يعني اوكي؟ واقدر اوكي؟ حاجه ما تاثرش كل ما استخدمها لازم تكون بالمنظر ده والادوات اللي انا بستخدمها لازم تكون كده تمام تجهيز الادوات ماشي عرفنا ايه الفرق بين التنظيف والتطهير والتعقيم ولا لا ولا يهمك يجب اتباع طيب ايه اللي انت عرفته او ايه اللي انت التنظيف ان انا اشيل الاتربه والنفايات اللي هي المخلفات اللي هي انا شايف التطهير ان انا اطهر ده مش معنى ان ده على باين كل الميكروبات التعقيم ان انا بقى بيقضي على كل حساب النهارده لا 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 برافو لا 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 عرفت اجيبه كل مره اقول له على حاجه ما بيعملهاش المره ايه رحت ان شاء الله ولا هنا الفكره في ايه هندسه هو زي ما قال بالظبط ما اقدرش افتي خلاص وهنا نقطه مهمه جدا ماشي في لازم يتعمل حاجه حلوه قوي دي مش تطهير التطهير استخدام مطهرات التعقيم استخدام معقمات في مواد مخصصه للتعقيم ما فيش مشكله زي الديتول زي ادوات زي في دايفرسي بتنزل واخد بالك ماشي الموضوع مفتوح بالظبط بس انا نركز مع بعض دلوقتي معايا باشمهندس معتز مستر معتز معايا ماشي انا جيت المكان ده باستخدام الفرشه هو عارف ان المكان ده هنستخدم فيه الفرشه راح ماسك نظفت نظفت يا باشا نظف استخدم الفرشه طيب مسك وراح ساب دي كده برضه نظف صح ولا غلط لا انا هنا بقى هيقوم بالعمليه دي مين اللي هيعمل عمليه النظافه مين العالم لازم يكون عارف عارف مين تمام عارف مين اللي هيقوم بيها ماشي انت كراجل مسؤول تبقى عارف مين اللي هينظف اسم مين اللي المفروض ينظف هنا نظافه استخدام الفرشاه لمده 5 دقائق لمده 10 دقائق لمده ربع ساعه بيكتب برنامج الناس كلها تلتزم بيه اللي شغال في الورده الاولى اللي شغال في الورده الثانيه التعيين بتاع النهارده لازم ده الصح تمام ده الصح لازم يكون في برنامج خد بالك في الاوديت اي مراجع بيجي لازم يشوف الايه يشوف البرنامج بتاعه يشوف البرنامج بتاع النظافه والتطهير والتعقيم اوكي
حاجه اسمها سي بي. عندك سي بي؟ بس متهيألي في ممكن ما يكونش عندك في شكرات سي بي بس تمام. اعمل سيرش على سي بي ده. سي بي ده برنامج SSOP تمام. ده برنامج والتطهير والتعقيم. بيعمل ايه تمام؟ بيغسل ميه سخنه بعد كده صودا بعد كده ميه سخنه بعد كده حامض بعد كده ميه سخنه بدرجات حراره للميه بدون اي دخول في التفاصيل. لو عايز بقى اي اقول لك تفاصيل عديده ماشي. الالبان بتشتغل بيه. برنامج مكتوب تمام 10 دقائق شطف ميه سخنه على درجه حراره 80 بعد كده صودا على تركيز 2% صودا تركيز 2% كده شطف ميه سخنه درجه حراره 70-75 بعد كده حامض على درجه على تركيز 1.5 تمام درجه حراره 80 بعد كده شطف ميه سخنه. انا بقول لك على شغل انا اشتغلته قعدت 8 سنين اشتغل الشغل تمام. انا عشتها واعمل البرنامج اكتب البرنامج على جهاز البي ال سي. والبرنامج ده مدير الانتاج مثلا يكون كاتبه ويكون مسجله ومسيفه الناس كلها تشتغل عليه. الموضوع ده مهم يا جماعه. الموضوع ده مهم. لازم يكون في برنامج للنظافه والتطهير والتعقيم كلهم فيما يخصه. الارضيات بتتنظف كل ورديه كلهم فيما يخصه. الناس اللي مسؤوله عن الهيجين عند حضرتك او المسؤول عن النظافه والتطهير عند حضرتك او بيتقال عليه سلامه الغذاء. احيانا في بعض الشركات بيقول فريق سلامه الغذاء كمسؤول التعقيم دول اهم حاجه. دول اهم حاجه بيتقال عليه فريق سلامه الغذاء احيانا اللي هم الناس اللي شغالين الموضوع ده تمام او الناس المختصين بالتعقيم بال 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 بالهيجين. يعني بيقول لك ايه رئيس قسم الهيجين تمام او قسم الهيجين او مدير اداره الهيجين في اداره في شركات كبيره جدا. الموضوع ده مهم. بيبقى البرنامج ده مطلوب ودوكيومنتيشن. يعني ايه دوكيومنتيشن؟ دوكيومنت يعني موثق تمام داخل من ضمن السيستم اللي بي. اوكي والناس كلها تكون ملتزمه بيه ويكون مسجل. يعني ايه مسجل؟ بنيجي ندخل في بعض الفنادق وبعض مكتوب الشفت الصباحي مكتوب فلان الفلاني نظفت من الساعه كذا للساعه كذا اكتب ما تفعل ما فعل ما هو نظف مسجل. الحاجات اللي ننظف بيها طبعا من ضمن البرنامج برضو التولز الادوات. هو بيستخدم ايه؟ هنا بيستخدم فرشه وبيستخدم صابون تركيز يبقى مكتوب ماشي ميه سخنه درجه حرارتها 50-70-80 تمام لمده 10 دقائق. الحاجات دي كلها هندسه لازم تكون مسجله ومكتوبه ومفعله ماشي تمام. حدوث الكثير من الاوبئه عن تناول الاغذيه في الولايات المتحده الامريكيه كان له اكبر الاثر في تتضمن التشريعات كل من النظافه والتطهير وخطوات التغيير القياسيه تمام للنظافه والتطهير والتعقيم. اوكي التليفون هيفصل. شفت بقى المفاجاه ان شاء الله.